طريق التلميذة صفاء وزملائها إلى طلب العلم مقطوعة بسبب السيول، عائق يحول دون التحاق 26 تلميذا بفرعية العجنة إقليم خنيفرة بقاعة الدرس. فاش كتكون الشتاء كيكون الواد وكنحصلو هنا، ولكن نرجعو في حالتنا ما كنقدروش ندوزو، ما عندنا كنديرو ندوزو. في الصيف ما كتحش الشتاء، الدراري ما كيقراوش لأنهم عطلة، ولكن في الشتاء فاش كيقراو الدراري فاش كتحش الشتاء وكيكون الواد حامل، يعني تما كيكون عندنا مشكل، ما كتكونش الدراسة. باستثناء المدارس الجماعاتية التي توفر خدمتي المطعم والمبيت وتنجزها نيابة التعليم بالإقليم بشراكة مع مجموعة من المتدخلين، تظل الفرعيات تحت رحمة الطقس. جماعة الحمو كتوفر على مدرسة جماعاتية وثلاثة الفرعيات. الجماعاتية كتوفر المبيت للتلامذ، اما الفرعيات فيها جوج اللي فيهم مشكل ملي كتكون الشتاء، ملي كتكون الشتاء كتقطع الدراسه على التلامذ. الساده المسؤولين يديروا لنا قنطره، لان قنطره مشكل بسيط، لان قنطره تقل تحل المشكل ديال مجموعه ديال التلامذ، اكثر من 80 تلميذ ملي كتكون الشتاء ما كيقراوش. لا خيار امام هؤلاء البراعم سوى مراجعه الدروس بالبيت وانجاز التمارين، فحاله الطقس ستظل مضطربه خلال الايام القادمه وفق النشره الانذاريه لمصلحه الارصاد الجويه الوطنية.